أن إنيغما هي مسابقة قبل كل شيء، ولكن بالنسبة لإنيغما المغامرة الحقيقية ما خصهاش تكون معزولة على الحياة اليومية أو على التعامل مع ساكنات كل منطقة، وهذه هي روح هذه المسابقة. هذه 1500 كيلومتر كانت غنية باللقاءات الجديدة. أولاً في الطرقان. أنت شمالي ياك؟ أنا؟ الحسيمة عندك العوينات ديالهم نيت. زينب مع سائقي الشاحنات. بارك الله فيك أسيدي، سميتك محمد إيمان وزوج جري محسن. وحتى مع السائقين العاديين. تقدر تدينا ليها؟ كنت كثار اللي توقفتوا بكل تلقائية باش توصلوا الفرق ديالنا. قربنا معاك شويه. ما كانش سهل عليكم تهزوا جوج ديال المتبارين في نفس الوقت، متوترين بالسباق ديالهم وحاملين معهم سكادويات. هاد الشيء هذا زياده على الكاميرامان اللي كان تابعهم بحال الظل ديالهم، ولكن درتوها ونادرا جدا ما كتبقى شي فرقه بلا ما تلقى اللي وصلها. بالنسبة لكم سائقين تاكسيات، كنتوا في قلب الحدث مع هاد الزبناء الغير العاديين. المتبارين ما كانش عندهم بزاف ديال الفلوس ما يعطيوكم، ولكن حتى نتوما لعبتوا الدور ديالكم. تخفيضات في الثمن. كنا احنا اللي تسناونا كاع سخفنا، ممكن تسنى الناظر لحظه. كورسه خويتو، استنى كورسه الوجده براشيد العسل اخويا. ترى لحظه بعد الكيلومترات مجانيه، وبعد المرات كانت كلها مجانيه. بطل ماشي بطل ماشي مشكل. صافي بارك الله فيك الله يكثر خيرك اسيدي. كاع المتسابقين دوزوا ساعات في تاكسيات اللي قدام، ولكن مازال قابطين. كلهم غادي يبقاو عاقلين عليكم وعلى الظرافه ديالكم وعلى المهاره ديالكم في السوقان، بالاضافه لكل سكان المناطق الشرقيه والشماليه، الاسر اللي استضافتكم وحلت لكم بيبانها وقلوبها. بطبيعه الحال قدمتوا لهم بالمقابل بعض الخدمات، ولكن كتبقى بسيطه. والمهم من هذا الشيء كامل أن كل المتسابقين غيحتفظوا بذكريات زوينة من هذه اللقاءات الكريمة.